وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخة لطيفة بنت محمد آل خليفة الفائزة بجائزة العام لرائدة الأعمال المتميزة. مساء الخير، وبداية نبارك لكم هذا الفوز، ولو تحدثينا عن مشروعكم وكإحدى رائدات الأعمال، ماذا يعني لكم أن يتم تخصيص جائزة لريادة الأعمال في البحرين وأن تحظى بهذا الاهتمام؟ مساء النور والسرور، كل الشكر لكم. طبعا الأمانة شاركت في هاي الجائزة بسبب أهميتها طبعا لرواد الأعمال الناشئين مثلي، لما يوليه من اهتمام مباشر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تماشيا طبعا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 اللي هي تشجع على الابتكار وريادة الأعمال. المشروع بشكل عام يعني فريد من نوعه، يركز على التعليم الغير تقليدي والإبداعي في بناء المهارات التقنية من الصغر، مثل البرمجة وبناء الروبوتات وصقل مهاراتهم والطلبة التقنية من الصغر لمواكبة تحديات القرن 21. نعم شيخ لطيفة، هذا التكريم الذي نلتموه مؤخرا، كيف من الممكن أن يدعم مشروعكم الرائد والفريد من نوعه؟ طبعا في البداية هو يعزز أهمية أهداف المشروع، ومنها سد الفجوة بين الجنسين في مجال اللي هو الستيم إيجوكيشن، اللي هو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وبشكل عام علوم المستقبل. وطبعا يعني يتيح لنا المجال ان احنا نستكمل في بناء على النجاحات السابقه وتوسعه خدماتنا وشركاتنا لخدمه فئه اكبر من المجتمع ان شاء الله. نعم. الشيخه لطيفه بنت محمد آل خليفه الفائزه بجائزه العام لرائده الاعمال المتميزه، نبارك لكم الفوز من جديد وشكرا لك.